سوخاي 34 مقاتلة روسية شهيرة بتبلي بلاء حسنا في حرب أوكرانيا. السوشيال ميديا الروسية عرضت لها لقطات في عمل قتالي في منطقة عمليات عسكرية خاصة، وهي تستهدف معقل وأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار من طراز فاب 500 مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح عالمية. الفيديو ده كمان جذب عدد من التعليقات عليها، وخلينا نبدأ مع أول تعليق. تعليق من حساب باسم علاء. علاء الدين قال: أين هي أنظمة آيرس تي وباتريوت؟ هو بيدور على، عايز يعرف فين منظومة الدفاع. صياد كمان قال: روسيا تملك قوة عسكرية خارقة ودقيقة جدا، ولا ينقصها سوى إعلام فقط وتسويق ليصب في فراغات أساسية لازمة لها لتزعم قطبية جديدة.